كيفكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. دي البداية، ديت بداية سعودية، عشان أنا بدأت أتعلم شوية من اللهجة السعودية، رغم أنا قعدت كتير جدا في السعودية، بس لغاية دلوقتي ما بعرفش أتكلم كتير يعني سعودي. ده الجزء التاني بنفس كل حاجة. هنتكلم النهاردة عن العادات والتقاليد للزواج بتخص السعودية ومصر. بس قبل ما نبدأ نتكلم، وفاء محضرة لنا طريقة الكبسة على الطريقة السعودية، بجد جميلة. تسلم إيديك يا فوف، فروحوا شوفوها ونرجع. مرحبا يا أصدقاء، اليوم حطبخ معاكم أكلة جدا لذيذة من المطبخ السعودي. يلا ورجعنا تاني. اليوم الفيديو عندنا راح نتكلم عن عادات وتقاليد الزواج المصري والسعودي. يلا يا فوفو المايك معاكي. مقارنة لطيفة. عادة احنا يعني مثلا في الزواج عادة العريس يجي ويطلب العروسة، طبعا ما بيكون شافها ولا يعرف شكلها وكده، بيروحوا الاهل يشوفوا شكلها ويوصفوا له، اذا اوكي وعجبتهم المواصفات بيجي ويشوفها، واذا مش اوكي خلاص يعني ما بيجي. وبعدين لما بيجي يشوفها وعجبته لازم يترك حاجة اسمها الشوفة. ايش هي دي الشوفة؟ اي شيء ذهب، خاتم، سوارة، اي حاجة ذهب. وبعدين هذا الشيء اللي سابه اوكي، يعني انه هو موافق. احنا عندنا في الاول لو هو مثلا عارفها بيكلمها بيقول لها خدي لي ميعاد من اهلك ان انا اجي اتقدم، او لو هو اللي هو زي زواج الصالونات وكده، فهو مامة العروسة ومامة العريس هما الاثنين يتكلموا مع بعض ويقولوا مثلا ان احنا عايزين نخطب، فيعملوا ايه، يتقابلوا في مكان بره البيت، تمام، والعريس والعروسة يجوا يتكلموا مع بعض ويتعرفوا على بعض. لو تمام بعد الشوفة ديت ما ينفعش ان هما يقولوا تمام احنا موافقين او احنا مش موافقين، كل واحد يقول ان احنا هنصلي صلاه استخاره وهيبقى في تليفون، لا بالرفض لا بالقبول. شوفي احنا نفس الموضوع احيانا مثلا يعني، بس يكون في ايش صلاه استخاره وكذا، بس في الغالب العريس لما يكون موافق على العروسه وعجبته واوكي الوضع تمام لازم يترك شوفه، واذا قال انا حصلي صلاه استخاره وراجع اوكي ورجع تاني فعلا وقال اوكي انا موافق، برضو لازم يترك هذه الشوفه، هذه ذهب او كذا. طبعا غير الشبكه والمهر والاشياء الثانيه، هذه لازم يعني هدية، يسميها هدية. احنا عندنا الهدية دي موجودة في قراية الفاتحة، يعني مثلا انا لما اقرا فاتحتي جاب لي خاتم ذهب. قبل ده يا فوفو عايزين نتكلم في نقطة الرؤية الشرعية. احنا عندنا مثلا لما هو في تقابل ما بينهم هما الاثنين واجا بقى البيت، فاحنا بنطلع بالحجاب بتاعنا عادي. السعودية بقى لا، ما بس ابدا اي نوع من انواع الحجاب، لا طرحه ولا عبايه ولا اي شيء، عادي بنلبس قصير بتخرجي بكامل زينتك، وبنجلس كمان يعني بنجلس مع بعض وبنتكلم يعني عادي. كانت الابله بتاعتنا كانت بتدينا نصايح يعني عن الرؤيه الشرعيه، فكانت بتقول ان ما يعني الاحسن انك طالعه مش متمكيجه، مش حاطه مكياج كتير، لو انت مثلا شعرك كيرلي ما تعملوش شوار، لان هو يشوفك زي ما هيكون هيشوفك في البيت، او واحد مثلا عايز واحده تكون عينيها لونها كذا فهي تبقى لابسه عدسات وكده اهوت، فاهمه كده. فلازم يعني الابله قالت لنا لازم تبقي طالعه يعني زي ما انت، تبقي لابسه هدوم عاديه وزي ما انت، ما تحطيش اي حاجه ثانيه، صح كده؟ لا بالعادة يعني ما بتكون بهذا الأوفر يعني. إيش؟ هي ممكن شافت ناس تانية يعني. أيوة هو في يعني في ناس كده فعلا بيركبوا سقط شعر وبيعملوا أوفر يعني بشكل غير عادي، بس يعني يعني الشيء المتعارف عليه أوكي إنه مكياج ناعم وبسيط وملابس تبين زينتك اوكي،
وبس. والشعر يعني انا شوفتي انا عملت ميك اب ناعم ولبست كعب بصراحة وقصت شوية شعري طيب بعدين وبس. بقى، بعد ما ف تبقى الشوفة وخلاص ان هما ينخطبوا، الخطوبة بتبقى قد ايه؟ وخلاص وبعد الشوفة وأعطانا الهدية وخلاص يعني وافق، بعدها على طول عقد القران اللي هو كتب الكتاب او على الملكة. طول، يعني ما في شيء اسمه خطوبة قبل. يعني احنا عندنا الخطوبة ساعات بتبقى عمر، يعني تبقى مثلا 5 سنين 4 سنين جنب الجواز. يعني مثلا نقولك مثلا انا لا لا بقالنا 7 سنين مع بعض، حطي فيه منهم مثلا 3 سنين كانوا مخطوبين يعني. وفي ناس ما بتبقى بينخشوا من بعض. مش عارفة بتخاف انا ولا لو لا. مكانه هقول له انا خلاص زهقت. طفشت منك. طفشت. لا احنا مش لاعب. عندنا بتبقى يعني بصي، ده العيلة اللي هي المحافظة قوي يعني، تمام، مش عايزة تطول في الخطوبة، بتعملها سنة. طبعا لو هو مثلا واحد مثلا معاه الشقة بتاعته موجودة وكل حاجة موجودة، بس هما يوضبوا الشقة ويجيبوا، بتبقى قاعدة 6 شهور 8 شهور كده، على حسب يعني الطرف هو جاهز ولا لا، فاهمة؟ بس يعني اقل يعني مثلا في الحدود المعقول 2 سنين. يعني انا مثلا قعدت 2 سنين، قعدت 1 سنة و6 شهور، دي الخطوبة بتاعتي. في بقى ناس يا وفاء بيتخطبوا مثلا 2 سنين وكاتب كتاب سنة ومش عارفة ايه كده، فاهمة؟ بيطولوا شوية. وفي ناس بتتكتب ما كتابها شاء على الله. طول، هو مفيش حاجة ثابتة. لا احنا على طول عقد القران، يعني ما في خطوبة، عقد القران. ولو لا قدر الله يعني صار ما في انفصال. نصيب خلاص، يعني عقد القران مو كأنه خلاص زوجته يعني لازم يتزوجها لازم يتزوجها، لا إذا ما صار نصيب عادي مو مشكلة يطلقوا، فاهمة؟ لا احنا عندنا هنا عيبة شوية ان هو مطلقة وكده. لا هو عادي جدا، عادي جدا انه هو ما حصل نصيب في ايام الملكة وهم خسروا بعض احكي لي وما بقى يا فهموا مع فوفو بعض. عن المهر بقى، ومين بيجيب ايه ومين ما بيجيبش ايه. ما لا العروسة ما بتجيب ولا اي حاجة، هي شايفين بتاخد مهر. شايفين. اوكي يعني العروسة مدللة. بتاخد مهر ان شاء الله، والف الف مبروك. كل واحد وعلى قده، يعني في ناس ما شاء الله مرتاحين فبيعطوا مبالغ كبيرة، مثلا 50 ألف طب اقل 100 ألف. يعني، انا الابلة عندنا كانت تقول اقل مهر يعني، يعني سالتنا كلنا قالت لنا تاخدوا كام، يعني لو واحده مثلا حد قال لها تاخدي 50 ألف، كلهم قالوا لا يعني احنا هناخد اكتر من كده، يعني استقلوا ايوه. 50 ألف. احنا لو ادانا 3000 جنيه والله هنبوسه يعني، مش هنبوس ايدينا بوس وش لا لا وفاء اقل مهر والحمد عشر لله على الاف كده. اقل مهر 10 الاف، يعني في بنات بياخدوا 10 الاف. 10 آلاف قليل، قليل بالنسبة للي هي قالته. كمان أنا في المدرسة عندي ناس يعني ما شاء الله أكيد يعني كانوا بياخدوا أكتر. يعني اوكي، في الغالب في السعودية، حاجة السعودية كمان يا وفاء نسيت أقولك عليها، نقطة العربية. مثلا يجيب عربية الأم العروسة. لا هو في شيء اسمه عربية ملكة، عربية ملكة هذه مو أيوة الأم هي دي. العروسة، للعروس عربية الملكة مو الأم العروسة، للعروسة نفسها بتكون عربية، زي عارفة زي عربية التقديم اللي بتقدم فيها ايوه شاي انا وقهوة وزي هحط كده. الصورة عشان يشوفوها، لان يعني لان انا اول ايوه ما اول ما سمعت موضوع العربية قلت الله ايه الناس الغنية عربية كده في الاول. لا 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 ما وبعدين بتكون يعني لما سيارة، عرفت يعني مش شكل عربية العربية ده يعني. عامل لا لا ازاي انصدمت يعني. فانا لا لا هحط مش لكم عربية الصورة. سيارة، هي عربية يعني زي شيء تقديم. العربية هذه بنحط فيها عطور وبخور والشبكة اللي هيجيبها بس، وبتتزين بالورود الله. وزي الأشياء، تكون فيها عطور وبخور وورود وزي كده والشبكة هذه عربية الملكة. وبتاخد شبكتها وعمرها بيبدأ من 10 آلاف إلين وانت طالعة ممكن يوصل لمليون، طبعا بقى موضوع يعني كل الشقة بنت وعلى حسب، يعني كمان في عوائل بتاخد
مبالغ معينة، تكونوا عارفين العيلة هذه يعني بنتها غالية، ما هي يعني ما هي رخيصة، فاهمة؟ فبيكون أصلا العريس هو يبقى يعطي من نفسه. لا احنا عندنا هنا اهوت خلاص هم اتفقوا على كل حاجه وتمام وكل في حاجه اسمها بقيت فتحه. بقيت فتحه دوت بقى بيقعد مع يعني باباها والرجاله بتوع العيله والكلام ده كله، وبيسيب خاتم ذهب زي ما قلت لك، حاجه ذهب يعني لازم يسيب حاجه ذهب، ويقرأوا الفاتحه ايوه ويتفقوا بقى. احنا ما عندناش نقطه المهر ديت، يعني احنا عندنا المهر اللي هو الشبكه، وفي حاجه اسمها زي مؤخر او كده اهوت، ده مثلا بيطلب مثلا بنقول مثلا مؤخر 15,000، بس هو المؤخر دوت مش لما يتطلقوا يديها المؤخر، لا هو المؤخر ده المفروض ان هو بيكون دين عليه يدولها وهو يعني وهم متجوزين يعني. وبعدين بقى بيبداوا بقى يتكلموا على نقطه العفش، مثلا في ناس بتبقى العروس عليها الاجهزه والعريس عليه الشقه والخشب، دول في الارياف. اما مثلا عندنا هنا مثلا في بورسعيد او كده هوت، بيبقى احنا العروسه بيبقى عليها كل جهاز البيت، كل الصحون، الستاير، الفرش، كل فرش البيت يبقى عليها، وتبقى واخده مثلا اوضه او اتنين من البيت، فالعريس بقى يبقى اخد مثلا اوضتين زائد المطبخ، والعروسه بتبقى اخده اوضتين زائد فرش البيت يعني. احنا شوفي، مو مهم عندنا الاشياء دي كلها، فرش البيت يعني ممكن العريس يجهز، كل واحد على قده، اللي بيجهز يعني ما شاء الله مرتاح فبيجهز بيته من احسن ما يكون، واللي على قده بيفرش هو على قده، واللي ما معاه عادي بيقدر يتفق مع العروسة. انا هجيب غرفة النوم دحين وما حقدر افرش باقي البيت، فنتزوج وعلى مهلنا نفرش. الفكرة بس يا فوفو ان العروسة ما بتدفعش حاجة، هي بتيجي بشنطة هدومها. اما احنا عندنا ايوه لا، بالظبط. احنا عندنا هنا بندفع مثلا اوضتين، اللي هو مثلا اي حاجات بتاعت المطبخ كلها، خزين المطبخ كله بيبقى علينا يعني. ايوه احنا ما عندنا مشكلة ابدا، وفي يعني كثير زيجات بتصير بهذه الطريقة، انه يجيب غرفة النوم وباقي البيت فاضي، عارفة، ويفرشوا بعدين على مهلهم، بس يجيبوا غرفة النوم والأشياء الأساسية يعني مثل غسالة، ثلاجة، بوتاجاز، الأشياء الأساسية، وباقي البيت مثلا كصالون، كسفرة، كباقي البيت عادي ما يفرشوه، ويأجلوه لوقت ثاني وقت ما تتسهل وتسفر عليهم يفرشوه عادي. وما والاهالي ما بتعترض عليك، هي فعليا البنت مهرها مثلا تجهز نفسها وتروح لازم فعلا وقت زواجها تكون عروسه بمعنى الكلمه، من شعرها الى اخمص رجلها لازم من جد تكون عروسه، يعني تكون دلع نفسها دلع يعني، عشان لا كده يعني. النقطة دي تبقى بين الطرفين يعني، مثلا الأم مثلا لو هي مثلا عايزة تظبط شعرها، تعمل بروتين، تعمل حاجة، تبقى الأم هي بتدفع. أما مثلا مكياج يوم الفرح بيبقى العريس هو عليه الفرح، عليه القاع، حجز القاع، وعليه إن هو يديها حق الفستان كإيجار يعني، وحق المكياج أو إن هي تشتري الفستان، وحق الكوافير وكل دوت يعني. وفي بتختلف بنات من بنات يعني، في بنات بتبقى بجد بتبقى مجهزة نفسها تجهيز واو، وفي بنات عادي اللي هو مثلا بتختلف بقى من بنت لبنت. بس احنا عندنا يا وفاء نقطة الكنب بشكل معين، النيش، النيش ده جميل جميل يعني. يعني احنا بالناس بتوصل ان هي بتستلف، وفي يعني امهات معرضين ان هم يدخلوا السجن بسبب ان هم لازم البيت يكون من الابره للصاروخ زي ما بيقولوا. والله في كل البلدان نفس دي الطريقه، بس مش انه احنا مش على البيت يعني، انت عارفه هنا عندنا في واحد ممكن يجيب لبنت ب100,000 بخور عود، لانه هو يتفنن في جوده العود، في نوع العود، قديش العود هذا يعني عطرها، فاهمه يعني. في هنا في بذخ من ناحيه ثانيه، سبحان الله. كل مجتمع اهميته في الشيء اللي بيقدم. فهنا ممكن يبالغوا في الفرح، توزيعات الفرح في القاعه، في ان هم يعني قديش سووا فرح كبير وعزموا
جميع القبائل وعزموا ناس كثير وفلان وعلان، ونوعية القاعة نفسها يعني إذا قاعة 5 نجوم، إذا فندق، إذا مش عارف إيه. في العشاء كمان، العشاء لو كان بوفيه أسماك، لو كان ذبايح. بس العشاء، فهنا العشاء حاجة أساسية في السعودية يعني. فمثلا لو أنا رحت، لازم لازم، ما في فرح من غير عشاء، يعني أنا لو ما رحت في. أي فرح هناك، سواء الفرح يعني كويس اللي هو مثلا 5 نجوم وكده، هو بتلاقي بوفيه بجميع الأكلات وكده، كان جميل. ولو رحت حاجة مثلا على قد حالها، على الأقل ألاقي كبسة. لا مو أكل شيء الكبسة والخروف، بالعكس الذبايح يعني ما هي رخيصة. أقل شيء اللي هو البوفيه المفتوح اللي بيكون عبارة عن بشاميل ومحاشي ودجاج لا، وأشياء كده عادية. رحت قبل كده فرح، كان سوداني، تمام. كانوا ما كانش واو يعني، بس كانوا عاملين كبسة، ما كانش بوفيه، هو كان أيوة، هما ممكن كده. يسووه في استراحة ويعملوا كبسات. ترى ايوه الكبسات تكلف، الذبايح تكلف، بس يعني التكلفة، يعني تكلفة الاستراحة هونت تكلفة العشاء، فهمتي؟ يعني أحيانا تكلفة القاعة تكون عالية، فنضطر مثلا نجيب عشاء بسعر أقل. لا، هو كان تكلفة ال الفرح اللي انا رحته ده، الحمد لله يعني، كانت التكلفة كلها قليلة، كله في عشاء وفي قاعة يعني. يعني مثلا مش زي مثلا قاعة دار البيضاء مثلا، ما شاء الله يعني الدنيا هناك عاملة ازاي، فندق عالي يعني على مستوى. احنا عندنا في مصر العشاء مش اساسي يعني، بس في يعني، في يعني مثلا في ناس رحت افراح هنا، هوت كان في بوفيه وفي كده هوت، وزي السعودية كده، تمام. اما احنا عندنا اقل حاجة، عندنا اقل حاجة خالص يا وفاء، ان احنا نقدم جاتو، 2 جاتو ومش عارفة ايه، وباتون ساليه وبيتزات وكده هوت وبيبسي، دي اقل حاجة عندنا. في ناس بتعلى شوية، تحط مثلا ايه سندوتشات في كل ترابيزة وتورتة، بتعلى شوية يقوموا جايبين مثلا وجبة، اللي هو مثلا يكون فيه مثلا فراخ بانيه، سلطة، رز، حاجات من ديت كده، هو دي وجبات. الأعلى بقى منها اللي هي بقى ايه، البوفيه المفتوح والكلام ده كله كده. لا احنا غير الضيافة، الضيافة بيكون فيه شوكولاتة وبتيفول الشوكولاتة دي تبقى قدام كل ترابيزة، دي في السعودية، اما احنا عندنا لا، الحاجات دي مش عندنا. حط في ودلة المية. شاي ودلة قهوة، لازم في ده شاي ودلة قهوة ايوه. وبقلاوة وضيافة عادية وتوزيعات. وغيرها خلاص بالنهاية بعد ما العرس بتنزف وكده بيكون في عشاء في النهاية. بس كده احنا خلصنا. اتمنى تكونوا استفدتوا ما بين العادات والتقاليد الزواج المصري والعادات والتقاليد الزواج السعودي. هاي فوفو، مش عايزة تقولي حاجة؟ مرة شكرا نور على هذه الإضافة الجميلة، مرة 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 حقيقة شكرا، وممتنة ليكي ولوجودك في حياتي، أنت قلبي إنسانة انا. ملهمة. مش هقول لهم بقى حاجة هما. وطبعا أكيد شكرا للمتابعين، وشكرا، يعني أنا أول مرة في حياتي أسوي تجربة زي كده يعني، فمرة مستمتعة ومبسوطة بالعكس. طب يلا بقى قولوا لهم وشكرا يعني. ليهم لوقتهم ولتفاعلهم ولاهتمامهم، وكل الحب لكل البنات من جميع الدول، يعني اللهم آمين. سوريا، السعودية، مصر، فلسطين، العراق، يعني فعلا تحية لكل السيدات اللي في العالم جميعا يعني. اللهم آمين. وبس حبيبي، بس كل يلا بقى حب قولوا لهم ما ليكي. ينسوش يعملوا ايه، وفاء يعمل لايك. لا ينسوا يسووا لايك وسبسكرايب ويفعلوا زر الجرس عشان يشوفوا أجمل نور. هي فعلا النور. يا قلبي. بس كده هو، انا كده خلصت الفيديو، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.